سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر وما حكم بيعها وشرائها والدلالة على من يبيعها علما بأن هذه الأشرطة تدل على الخير الكثير والنفع بإذن الله، وثمن هذه الأشرطة الأصلية غال جدا يصعب شراؤه، وأفتونا جزاكم الله. هذا يرجع إلى العرف المصطلح عليه بين الناس، والمعروف أن حقوق النسخ إذا كانت محفوظة لا بد أن يراجع أن المسجل الأول، هذا هو العرف بين الناس، والإنسان يجب عليه أن يعامل غيره بالمعروف،